بسم الله الرحمن الرحيم، معكم يوسف عربيات من سمارت تيم. إن شاء الله اليوم راح نشرح موضوع الليست. قبل ما أبدأ بالشرح، بس في شغلة سريعة وكثير كثير مهمة لازم أحكيها. إحنا كل الفيديوهات اللي بنشتغل عليها، سواء قبل هذول الفيديوهات والفيديوهات الجاي، الكودات اللي بنشتغل عليها عشان يعني تكون بالصورة هي كودات الدكتور نبيل عساف. يعني انا باخذ كوداته وبشتغل عليها، كوني اصلا انا كنت احد طلابه، واغلب شعب الداتا 1 بتكون عند الدكتور نبيل. فعشان ما يكون في فرق كبير عند الطلاب انه يحسوا بانه نشرح مثلا بطريقه ثانيه او اسلوب ثاني او كودات ثانيه، عشان ما يحسوا بالفرق، كونه اغلب الشعب دائما بتكون مع الدكتور نبيل عساف. طبعا كل الاحترام له وكل الشكر له، لانه هو اصلا وافق على هالشيء انه احنا نشرح على كوداته، ما عنده اي مشكله بالموضوع. شغله ثانيه يا جماعه، احنا هيك خلصنا يعني قبل ماده المد، كل ماده المد اللي قبل خلصت، هسه اللي جاي هي ماده الفاينل او ماده يعني الكويزات. عاده الكويزات بتكون بالليست وستاك وكيو، مرات بيكون بالتملت او حسب يعني شو حسب كل فصل. يا جماعة لاحظتوا انه لازم تكتب كود بايدك، يعني انك تفهم المواضيع لحالها بدون ما تجرب بايدك، غلط 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 كبير 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 كثير. غير هيك، مرجعك الاول والاخير ومرجعك الرئيسي هي محاضرتك. محاضرتك، افهم محاضرتك. بعد ما تفهم محاضرتك في موضوع معين، بدك يعني بس تتأكد من شغلة معينة، احضر فيديوهات افهم، بس مرجعك الأول والأخير هي محاضرتك. محاضرتك بالجامعة مع دكتورك هي مرجعك الأول والأخير. بعد ما تحضر محاضرتك بتشوف إذا في عندك نقص بأي موضوع، في إشي ما فهمته، هاي الفيديوهات موجودة. بعد هيك كل اللي كان قبل كوم، وإنك ما تكتب بإيدك كوم ثاني. إذا ما كتبت كود بإيدك أنت ما استفدت إلا 20%، بس لو تكتب كود بإيدك أنت فعليا جد استفدت. أنا ما عمري فهمت أي جزئية بهاي المادة غير لما كتبت كود بإيدي. لما ما كنت أكتب ما كنت أفهم. أكتب كود بإيدك عشان تغلط، عشان يضرب معك إيرور، الإيرور يقعد 50 مرة تحاول تصلح فيه عشان بعديها جد تفهم المادة. غير هيك كله على الفاضي، فضروري تكتبوا كود بإيدكم. طيب هسا بدنا نبلش الشرح. راح أشرح إن شاء الله يعني هسه هيك بصراحة بالبداية انا اشرح اشي سي بلس بلس. يعني بحب انا مرات هاي البدايات عشان بعديها ندخل على الموضوع، بس هيك تمهيد بسيط جوز اللي يعني ناس تربط انه شو العلاقة بين هسه اللي راح احكيه واللي جاي. فاحنا هسه كل شغلنا عادي، مين لسه مش باني لا كلاس ولا اشي، عامل بروجكت جديد هاي يومين وفاضي وما في لا هدرات ولا اشي. فنبلش include iostream music namespace std. بعيد وبكرر، اللي هسه راح اشرحه مش ليست، اللي هسه راح اشرحه هيك زي مراجعة تحماية سريعة للليست. لو انا هسه جوا المين زي ايام سي بلس بلس، عرفت اري وهي الاري سميتها ليست وعطيتها سايز. السايز بدي اعرفه هون، اول اشي بدي اعرف سايز انتجر. سايز راح اتعمد غلط معين هسه راح تشوفوا شو هو، واعمل انتجر ليست واعطيها سايز. ضرب عندي ايرور، ليش؟ اني هون مش حاطط كونست، لازم احط كونست. ليش ممنوع تحط سايز لاري ما يكون كونستنت؟ لازم يكون كونستنت، ما بصير يكون عندي مش السايز تاع الاري مش كونستنت. تمام، اذا هون احنا عملنا عادي اري عاديه واعطيناها سايز 5. تمام، بعديها لو عرفت لينكث، وهذا اللينكث اعطيته قيمه 0. تمام، هسا هاي الاري اللي السايز تاعها 5، لو بدي ابلش ادخل عليها قيم، اعبيها قيم. هاي هسا اري فاضيه ما في اي شيء، بدي اعبيها قيم. كيف كنا نعبيها؟ يا ندخل على اندكس اندكس، يا نعمل فور لوب نحكي من اي، بدي اياها انا تعبي 5 مرات، فبدي ابلش من اي 1 لعند
اي اقل او يساوي ايش السايز واي بلس بلس. جواته شو عمل؟ عمل سي ان لمين؟ للليست اوف لينك، وهذه عادي قيمة اللينك بلس بلس. شو اللي صار هون؟ اللي صار يا جماعة الخير ان انا عملت فور لوب، الفور لوب هاي بتبلش من واحد لعند السايز، يعني بتبلش من واحد لخمسة، يعني هاي اللوب راح تلف خمس مرات، لان هون حط ايكوال من واحد لعند خمسة، واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة راح تلف عليهم. راح ادخل اعمل سي ان للليست اوف لينكث، لينكث ماخذه اول شيء قيمه زيرو، لما تلف ثاني مره باللوب قبل ما تلف راح تعمل لينكث بلس بلس، راح تصير قيمه الزيرو هاي راح تصير 1. اعمل اي بلس بلس يدخل جوا ليست اوف 1، بعدها لينكث بلس بلس صارت قيمه اللينكث 2، اي بلس بلس لحد ما يطلع من اللوب واللينكث قاعد بيزيد. هيك انا دخلت قيم على هاي الاري. لو بدي اطبع القيم اللي جوا هاي الاري، لو حكيت من i equal 0 على سبيل المثال، i اقل من 5 او i اقل، اخليها اقل من 5 و i plus plus، حكيت له cout list of i وند لاين، شو اللي راح يصير؟ راح يدخل على الليست هاي وراح يلف من index 0، يلف من index 0 لعند index 4، يطبع القيم اللي جوا هاي الليست. طب لو انا عملت هون if statement، هاي الاف statement بدي اشيك اذا هاي الليست فاضية ولا لا. كيف ممكن اشيك اذا انها فاضية ولا لا؟ اذا كان اللينكث equal equal size، تمام، اذا كان اللينكث equal equal size، متى بيصير اللينكث يساوي السايز؟ اللينكث هو قيمته زيرو، بيصير اللينكث equal size اللي هو خمسة. هاي لاحظوا انا عندي اللينكث زيرو، تمام، هيني هون بأشر هون length 0، بصير يساوي 5 متى؟ لما يعبي، لما يعمل cn 5 مرات بتصير قيمته ايش؟ بتصير قيمته قدها، لما تصير مساوية يعني صارت قيمتها 5 5، شو اللي بصير عندي؟ بصير full، معناته ايش؟ list is full، تمام. طيب اذا كان length لساته زي ما هو زيرو، معناته ايش؟ انا مش معبي قيم بالليست، ليست از امتي، تمام. اذا كان لسه قيمه اللينكث هي زيرو، هيها زي ما هي ما بلشنا نبني البرنامج، معناته انا ايش؟ الليست بتاعتي امتي. هاي مقدمه سريعه عشان هسه في ناس بجوز ربط الموضوع شو علاقته من الحكي، هيك بس تبسيط، اشي تبسيطي كثير كثير بس لموضوع الليست. هسا خلينا ندخل جد على موضوع list بمادة data structure 1. الآن أنا هيني بالheader file بدي أعمل class، هيني class اسمه list h، موجود عندي من قبل. طيب لو سميته list h h، هسا هون بدي اعمل هاي كلاس وبدي اسمي هذا الكلاس كلاس ليست، تمام. شو بدي اعمل فيه؟ بدي احط public، بدي اعمل function، تمام. اول اشي ممكن اعمل function اشي اسمه is empty، شيك اذا فاضي ولا مليان، فبوليان is empty. طيب يا جماعة ليش بوليان؟ ليش حطينا بوليان؟ وبالله عليك ركزوا انه بوليان، يعني ما اشوفش حدا جاي هون كاتب فولت، تمام، او انه لما يجي تكتب لحالك الكود تحط انه فولت، لا هو بوليان. ليش؟ انا بدي اياه يدخل يشيك اذا هذا اذا الليست تاعتي فاضية ولا مليانة، اذا انها فاضية يرجع لي ترو، اذا انها مليانة يرجع لي فولس، تمام. فالبوليان هي بتوفر لك انها ترجع ترو فولس، فويد ما بترجع لا ترو ولا فولس، انت بترجع عن طريق البوليان حسب النوع اللي هو بوليان. بدي اعمل فانكشن يشوف لي اذا الليست تاعتي فاضيه، اذا الليست تاعتي مليانه ولا لا، فبوليان از فول. هسه هذول راح نبنيهم مع بعض، احنا هون بس قاعدين نكتب الاشياء اللي جوا الكلاس. بدي اعمل فانكشن
يضيف لي قيم على هاي الليست، يعني مش راح اخلي الليست فاضيه. Add to last، والقيمة اللي انا بدي اضيفها بحطها هون. يعني انا بدي ابعت له يضيف لي الاربعة، ببعتها بين الاقواس انه هيضيف لي ايش اخر شيء Add to last. طيب وبدي اعمل function يطبع قيم، يعمل print يطبع لي الاشياء جوا الليست. واهم اشي اللي هو constructor اللي هو نفس اسم الكلاس. هاي الاشياء البابليك برايفت. شو الاشياء البرايفت؟ تتذكروا لما قبل شوي بنينا بالمين، بنينا عملنا كتبنا انتجر ليست واعطيناها سايز. نفس الاشي هسه هون بدي اعمل انتجر ليست واعطيها سايز 5. وهون تتذكروا اللينث اللي بنيناها قبل شويه كنا نعدل عليها نربطها مع الليست. نفس الاشي هسه بدي اعملها هون لينث هالقد. طيب قبل شويه ما كنا حاطين ليست اوف 5، كنا حاطين ليست اوف سايز، وهي ايش الاحسن. ليش؟ هسه كمان شويه بالكود بالامبلمنتيشن راح تلاحظوا ليش نحط سايز، يعني نعرف فاريبل سايز وايش، وبيكون افضل لإلنا ان نحطه سايز للاري مش نحط رقم زي هيك. تذكروا الغلط اللي حكينا عنه قبل شوي اني بحط انتجر سايز ايكوال 5 لحالها وهون بحط سايز. شو حكينا بيعمل؟ بضرب ايرور. هاي ضرب ايرور. ليش؟ لانه لازم هون كونستنت. هيك احنا عملنا بنينا الكلاس. هسه هي فكره الليست اصلا بشكل عام زي ايش؟ لو انا مثلا عندي باص زي هيك، اعتبرنا انه هذا باص. هسا هذا الباص فيه أشخاص بركب، أحمد وعامر محمد علي إلى آخره، تمام. بدي أنا أشيك أشوف الباص هذا مليان ولا فل. بدي أشوف مثلا، بدي أعمل Add to Last، بدي أجيب هون شخص هون وأحط هون أسامة، أعبي هون أسامة بالباص هذا. لو اعتبرت إن الباص هذا عبارة عن ليست، عبارة عن أريه، وهي الأريه بعبيها قيم وين ما بدي، أسامة أحمد عامر محمد علي، بعبيها وين ما بدي قيم، تمام. بدي أعمل أبني لها functions. functions زي إيش؟ إشي يفحص إن هذا الباص عندي فاضي ولا مليان، فاضي ولا مليان، empty ولا full. بدي أضيف شخص على، بدي أضيف آخر راكب. بدي أعمل print، بدي أطبع إن الناس، بدي أشوف أسماء الناس اللي جوا بدي أطبعهم. constructor بدي أعبي default value للlength. هسا رح نعرف لمين رح نعبي، رح نعبي للlength. ليش؟ زي بتتذكروا بالمين هون لما اعطيت لينث قيمه 0. ليش؟ لانه بعديها راح يصير اعدي، راح اعمل لينث بلس بلس. اذا ما كنت معطي للينث من اصل 0 راح يضرب. ليش؟ لانه مش معطيها ديفولت فاليو. طيب نيجي نبني الامبلمنتيشن. نعمل include لمين؟ للهيدر. تمام. راح احتاج ايو ستريم. ايو ستريم طيب بدنا نبلش نبني بالفانكشنز. اول شيء نبني ايش؟ constructor. cList. الاشياء اللي راح نعطيها ديفولت فاليو بالكونستركتر، شو في انا عندي هون؟ هذول فانكشنز بدي اعطي لللينث ديفولت فاليو. طيب ليش ما نعطي لللست؟ بقدر تعطي لللست ديفولت فاليو، بس ليش تعطيها ديفولت فاليو؟ خلينا نركن على الاد تو لاست هو اللي يعطيهم. يعني ما عندي مشكله، ما راح يضرب ايرور اذا انا ما اعطيت ديفولت فاليو لللست، بس اللي بضرب اللينث، لان اللينث اذا ما اعطيته ديفولت فاليو بعدين صعب اني اعدل على قيمته. هسا راح نشوفوا كيف اني راح احتاج اني اعدل على قيمته، بس على افتراض اني انا معطيه قيمه 0 من الاصل. هسا راح تشوفوا كيف. فبنيجي بنعطيهم قيمه ايش؟ 0. وين؟ جوا الكونستركتر عشان يبدا منها. طيب ايش في عندي فانكشنز لازم ابنيهم؟ is empty
هون انا ناسي اسم الكون. اوكي اذا امتي لازم ايش ابنيها، فبنيجي بنحكي له نو بوليان، وتنسوش انه انا كتبت فوق هاي نو بوليان، تنسوش يا جماعه بوليان بوليان نو بوليان، لازم نرجع يا ترو يا فولس. اسم الكلاس واز امتي ولا لا. طيب متى بيكون الكلاس فاضي، الليست اسف، متى بتكون الليست فاضيه؟ تتذكروا قبل شوي بالمين لما عملنا اف ستيتمنت حكينا اذا كان اللينث عندي لساته زيرو ما زاد، اللينث ما زاد معناتها لساته فاضيه. فانا لو حكينا اف اللينث ايكوال ايكوال زيرو رجع لي ايش؟ ترو انها فاضيه. else return false، يعني اذا قيمه اللينك لساتها زيرو ما تعدلت اعرف ان الليست تاعتك انت ما عملت عليها شيء زي ما هي لساتها، فرجع ايش اذا لساتها زي ما هي زيرو، رجع ريتيرن ترو، رجع مكان هاي ايش ترو، اذا غير هيك فولس. طب بدنا نكون شويه مبرمجين حدقين، شو نعمل بدل هذا الحكي؟ هي بكومنت عشان تشوفوا المقارنه، بدل هذا الحكي شو ممكن اعمل؟ احكي له ريتيرن length equal equal zero. هاي شو معناها؟ لما تدخل على جوا الفانكشن بتقارن ما بين اللينث والزيرو، اذا كانت قيمه اللينث نفسها قيمه الزيرو، يعني اذا كانت قيمه اللينث زيرو زيرو هل تساوي زيرو؟ رجع ايش؟ ترو. اذا زيرو لا هل تساوي قيمه معينه واحد او اثنين او ثلاث حسب شو القيمه؟ راح يرجع ايش؟ فولس. فبدل هذا الحكي بدل ما اني هون اكتب اربع اسطر خلصتها بسطر واحد. هسا هذا function is empty، function is full، شو راح نبني؟ boolean، متذكر انها boolean، cList و is full ونشيك. متى بيكون ال function، متى انا بضل احكي function، متى بيكون ال list، list تاعتك متى بتكون full؟ اذا كانت قيمة ال length، تتذكر قبل شوي اذا ال length زاد لحد ما صار قد السايز، ظل يزيد 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 لحد ما وصل السايز 5، يعني اللينث احنا بلشناه من زيرو، اذا زاد 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 لحد 5 اعرف ان الليست تاعتك فللت. فاذا كانت اف لينث ايكوال ايكوال سايز اعرف انه انت ايش؟ فللت، فبترجع ترو، else بترجع ريتيرن فولس. هكين عشان نكون مبرمجين حدقين بنعمل هاي كومنت نخلصها بايش؟ بسطر واحد ريتيرن اذا كان اللينث ايكوال ايكوال سايز نرجعها هيك. تمام، اذا كان اللينث صار قيمته قد قيمه السايز معناته ايش؟ انت فللت الليستاتك. جزء يا جماعه مرات انتم هيك هسه مثلا وانتم بتشوفوا فاهمين الكود وفاهمين الهاي بس مش عارفين انه طب كيف العملية قاعدة بتصير؟ أنا هذول المواضيع بصراحة ما فهمتهم غير لما آخر إشي انكتب بالمين، ماشي؟ برجع بقرأ كل فانكشن، فهمت أنت إيش بتساوي. فنصيحة الليست أو هسا ستاك أو كيو بتشوف بتفهم الكود كامل كل جزئية فيه، بعدين بترجع بتقرأه كمان مرة عشان تفهمه مرة ثانية، عشان جد تربط أول إشي بنيته مع آخر إشي بنيته، أول فانكشن بنيته مع آخر كول عملته بالمين. تمام هسا نشوف شو في، ضل عندنا ايش functions ما بنيناهم، بنينا empty و is full، بدنا نبني add to last و print. add to last كان نوعها void، see list add to last واخد element، وين رحنا؟ طيب هسا add to last بدي انا امسك زي ما هون كنا نحكي ضيف اخر راكب، ضفنا هون اسامه، نفس الاشي هون بدي اضيف ايش؟ اخر element. طيب لما بدك تضيف اخر اشي، بدك تضيف اخر اشي على على الليست تاعتك، بدك تتاكد بالاول انه الليست تاعتك مش مليانه، يعني مثلا بدك تطلع راكب على الباص، بدك تتاكد انه الباص تاع انه لسه في محل للشخص اللي بدك تطلعه، نفس الاشي.
فبنعمل هون if statement. if not is full، اذا الباص مش full طلع الراكب المارك، ضيف اللي انت بدك اياه. else see out sorry list is full end line. تمام، هسه هون جوا كيف نضيف الاليمنت اللي بدنا اياه؟ الان احنا قاعدين نشتغل على الري، وكنا لما بنضيف اي اليمنت للري كنا دائما نجيب اسم الري، نشوف الاندكس اللي بدنا نضيفه، على سبيل المثال كان الاندكس 0، ونحط الاليمنت اللي انا بدي اياه جواته. بس هسه انا ما بدي اتعامل مع اندكس 0، انا بدي اتعامل مع شيء. تمام، هذا الشيء بيتغير اول باول، بتغير كل ما انا بعدل عليه، اللي هو ايش؟ اللي اعطيناه قيمة 0. اعطيناه قيمة 0 بالبداية length، فهسا خلينا نربط انه ليش احنا عملنا length. هسا راح تشوفوا عشان نتعامل مع index للايش؟ للليست تاعتنا. ليش هون اعطيناه 0؟ عشان يبلش من الزيرو. هي راح نبلش هون من الزيرو، من اول قيمة length اللي هي 0، وبعديها بتعدل على 0. كانت 0 بعدين صارت 1، وبالكل اللي بعدها راح تصير 2، والكل اللي بعدها راح تصير 3، وهكذا. كل مره بتعمل له كول بيزيد على اللينث 1، بيخزن الاليمنت باخر قيمه لللينث، بعديها بيزيد عليها ايش؟ 1 عشان الاليمنت اللي بعدها توصل. عشان هيك بيضل يزيد يزيد لحد ما يصير 5. اذا صار 5، اذا صار اللينث نفسه السايز اللي هو 5، معناته انا فللت. إذا كان اللينث لساته 0، معناته أنا مش معبي إشي باللستات. شايفين ليش هون هسا بلش الأمور تتضح أكثر، إنه شو اللينث وشو الكذا؟ هون بلشنا نعرف خلص إنه إذا اللينث لساته 0 زي ما أنا عبيتها بالكونستراكتر، معناته أنا مش عامل إشي باللستات، يعني إبتي. بس إذا ظلت تزيد هون بالآد تو لاست، طلعوا إذا ظلت تزيد لحد ما وصلت 5 مثلاً، اللي هو السايز اللي انا معرفه بالكلاس بالبدايه 5، معناته انا فللت الليست تاعتي. وهي بنينا الاب تو لاست. نبني اخر شيء البرنت، اللي هي بدنا نطبع القيم تاعت الليست تاعتي، اللي هي نطبع قيم اري، يعني كان نطبع قيم اري عاديه. void print اسف void cList print. هسا اول اشي بدك تطبع اسماء الراكبين اللي عندك بالباص، بدك تتاكد انه اصلا في عندك راكبين. فبدي اتاكد بالاول انه انا اصلا في عندي ايش؟ انه اللي عندي مش فاضي، انه الليست تاعتي مش فاضيه. فاذا مش فاضيه اطبع اللي جواتها. غير هيك شو بتساوي؟ بتحكي له sorry list is empty. وإند لاين. هسا هون شو بنيجي بنحكي له جوا؟ بدنا نطبع قيم، كيف ممكن نطبع قيم؟ أري عادية بدي أطبع، بدي أجيب القيم اللي جواتها. يا بنقعد بالطريقة اللي هي للناس اللي مش مبرمجين، باجي بحكي له ليست أوف زي سي أوت ليست أوف زيرو، بعديها إند لاين سي أوت ليست أوف 1 إند لاين سي أوت ليست أوف 2، وهذا الحكي الهبل. لا، بعمل فور لوب بتلف لي على حسب السايز تاعي، سايز الري. تمام، وبطبع لي ايش؟ ليست اوف اي حسب الاندكس اللي بلف تعلو. فهيك ببلش من الزيرو لعند السايز، السايز قيمته 5، وانا بلف من زيرو لعند 4 اللي هي الري العاديه. هيك احنا بنكون عملنا ايش؟ البرنت. تمام يا جماعه الخير، اي نقطة مش فاهمين ارجعوا عيدوا، يعني هاي فيديو بتقدر تعيد قد ما بدك. نروح المين. نعمل انكلود لمين؟ للهيدر. هاي عملنا له انكلود. تمام، نعمل اوبجكت اسم الاوبجكت اسود على سبيل المثال. هسا اسوان دوت، شو في عندي؟ في عندي at last، في عندي is empty، is full و print. لو جربنا لنا print، اطبع ايش؟
الليست. شو راح يعطينا؟ اعطيني سوري ليست از امتي. انت الليست تاعتك مش معطيها اي قيم. طيب بدي اعبيها قيم، شو في عندي شيء يعبي قيم؟ الاد تو لاست. هسا انا بدي اعبيها خمس قيم. فلو عندنا فور لوب انتجر اي ايكوال 0 اي اقل من 5 اي بلس بلس، تمام. هاي بالمن حكينا اس 1 دوت اد تو لاست، وكل مره اعطيه قيمه الاي. هون شو اللي صار؟ عملنا اس 1 يعني عملنا ليست، تمام. عملنا اس 1 اللي هي ليست، لف فور لوب من 0 ل 5 وكل مره ضيف اد تو لاست نبعث له هاي القيمه الاليمنت اللي بتروح هون، بتروح هون هيك هاي، وبيضيفها، بيعمل البروسيس اللي بنيناها قبل شويه بيضيفها، تمام. هسه هيك ضفناها، تمام. طلع لو عملنا رن شو بصير؟ بيعملش شيء. ليش؟ يعني ما طبعتها. لازم احكي له، لازم احكي له هون اس 1 دوت برنت اطبعها، شوف شو راح يعطينا. طبع لي 0 1 2 3 4 اللي هي القيمة اللي انا ايش بعثت لي اياها هون، اللي هي قيم الفور لوب، تمام يا جماعة. ان شاء الله يا رب انكم تكون هيك بسطنا الموضوع لابسط ابسط الطرق. يعني جزء ناس شاف اللي بالاول حكيته قرب الموضوع اكثر، او في ناس بجوز انه لا ما حب انه هيك خلص ادخل دايركت على الكود الليست. يعني اراء ممكن حسب انت شو كيف بتحب. ان شاء الله تكونوا فاهمين، واي حدا عنده اي سؤال اي استفسار احنا جاهزين. ما فهمت اي نقطة ارجع عيدها، ارجع عيدها من الاول. اذا فهمت روح افتح فيجوال ستوديو وبلش اكتب كود بايدك، ويعطيكم الف عافية.